الله 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 قسما بالله وقدرته وجلال الحق وهيبته الخلق جميعا قبضاته والكل يقر بوحدته سبحانه ليس له ولد بل ليس يشابهه أحد تالله إني لأعتقد برسالة طه ودعوته لا يمكن أن نقدر قدره أو ندري حقيقته وكنها فالمسلم من أسلم وجهه لله وعاد لفطرته قسما بالله وقدرته وجلال الحق وهيبته الخلق جميعا قبضاته والكل يقر بوحدته هذه الأكوان لقد ظهرت وبسر القدرة قد برزت وبوحدة مولاها شاهدت وبأنها محض إرادته كل الأكوان بأجمعها من ظاهرها أو باطنها تفتقر لنعمة موجدها والفيض لها من رحمته قسما بالله وقدرته وجلال الحق وهيبته الخلق جميعا قبضاته والكل يقر بوحدته أكثر من ذكر الله عسى تدنو وتكون به أنسا فكليم الله رأى قابسا أدناه وفاز بموعده لو بعد اللطف عن القدر لتلاشى الكون مع البشر فالعاقل يبقى على حذر من قدر الله وسطوته قسما بالله وقدرته وجلال الحق وهيبته الخلق جميعا قبضاته والكل يقر بوحدته من يريد الله به خيرا يزداد لخالقه شكرا ويضاعف رب له أجرا ويمن عليه بنعمته صلوات الله على الملهم من جاءنا بالدين الأقوم ما شرب الطائف من زمزم يرجو الإكرام بحضرته قسما بالله وقدرته وجلال الحق وهيبته الخلق جميعا قبضاته والكل يقر